ايفو بيرفورمانس معنا اليوم لا نوفيل فيات تيبو. راح نديرو لكم شرح مبسط للسياره ولي زوبسيون اللي فيها. خاوتي بغيتكم تكملوا لا فيديو حتى لافان باسكو راح نعطيكم واحد المعلومه قليل اللي يعرفها على الفيات تيبو. نبداو في الفيديو تاعنا. لوبسيون الاولى اللي فيها في الاكستيريور تاعها فيها ان كاميرا دريكيل. نروحوا في الجهه الخلفيه فيها مقاعد خلفيه تهز 3 اشخاص كما راكم تشوفوا. سياره متواضعه. نروحوا للانتيريور تاعها ونشوفوها. معانا الداخليه تاع السياره كما راكم تشوفوا فيها هذا المقود تاع السياره. الطابلو دبور تاعها فيها ان بواط فيتاس سيرابور اوتوماتيك. فيها ان ايكرو تاع 4 بوس. حاجه سامبل كما راكم تشوفوا فيه. فيها لو مود سيتي هذا يخليك لاسيستي تولي خفيفه في السونتر فيل في السيركيلاسيون. فيها اونتي ديراباج وفيها الريسات تاع كابتر تي بي ام اس تاع لي بريسون دي بنو. جيب 4 فيتر الكتريك كما راكم تشوفوا. دوكا نخرجوا من برا ونشوفوا المحرك اللي يجي في السياره هذه. نجيو دركا للعجلات اللي تجيب ان جونت بارساز كما راكم تشوفوا فيها. كاينه حاجه ما عجبتنيش الفيات تيبو هذه انه لي فار تاعها كما راكم تشوفوا يجيو الوجان يعني ما فيهمش كزينو. دوكا نروحوا مع بعضنا للمحرك تاع السياره. نجيو للموتور تاع السياره اللي يجيب ان موتور 1.6 لاسونديس شوفوا ايسونس. هذا هو المحرك تاع السياره. المعلومه اللي حبيت نمدها لكم حول هذه السياره انه الفيات تيبو في الحقيقه راهي دوج نيون. فقط المصنع فيات شرى الموديل على الدوج وحط عليه لانسيني تاعو وخرجها للسوق. يعني هذه السياره في الحقيقه راهي دوج. الناس اللي تشري في فيات تيبو شغل راك تشري في دوج نيون بها بالمحرك تاعها بلاكوك تاعها. فقط المصنع هز فيات وحطها وخرجها للسوق. هذا هو الشرح تاعنا على الفيات تيبو. واي حاجه تخصكم مرحبا بكم عند ايفو بيرفورمانس.